بسم الله. تمارين حول درس الإزاحة للسنة الثانية إعدادي. يلا نقول التمرين التالي في دفتري. A B C D متوازي أضلاع مركزه O. E هي صورة النقطة D بالإزاحة التي تحول A إلى C. F هي مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة A. إذن A صغيرة أرسم الشكل، B صغيرة بين أن النقطة O هي منتصف القطعة F. يلا صحيح، غادي نشوفوه بعد قليل. نقول بعد المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين لوحدك، وبعد قليل سنلتقي لنناقش معا الحل. يلا سأنتظرك. يلا نبدأ الآن عملية التصحيح. نشوف الشكل أولا. إذا نتمنى تكون توفقتي في إنجاز شكل سليم دون أخطاء، هو هذا الشكل ديالنا أو الآن يظهر في الصورة. يلا عندنا كما قلت A B C D متوازي الأضلاع، هو A B C D متوازي الأضلاع، و O مركزه، O نقطة تقاطع قطري. إذن O هي مركز متوازي الأضلاع A B C D. E هي صورة D بالإزاحة التي تحول A إلى C. إذن متجهات الإزاحة هي المتجه AC، هي مثلتها بلون أخضر. إزاحة ذات المتجه AC أو التي تحول A إلى C. إذن صورة النقطة D بهذه الإزاحة هي النقطة E. لاحظ جيدا المتجهتان AC و DE كيف هما؟ نعم فعلا هما متجهتان متساويتان. انظر، أنشأنا النقطة E بحيث المتجهات DE تساوي المتجه AC. إذن E هي صورة النقطة D بالإزاحة ذات المتجه AC. واضح؟ نعم. F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A. F هي النقطة F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A. ما هو مركز التماثل هنا؟ صحيح، مركز التماثل هو النقطة A. إذا ماذا تمثل النقطة A بالنسبة للقطعة DF؟ صحيح، A منتصف القطعة DF. إذا كانت F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A، فإن A منتصف القطعة DF. لاحظ رمز التقايس وضعته هنا أيضا، متفقين؟ يلا دروك الآن سنبرهن أو سنبين أن النقطة O هي منتصف القطعة EF. هذه القطعة هذه EF، تلاحظ هنا وضعت رمز التقايس باش نركز عليه أثناء إنجاز، ورسمت القطعة بلون مغاير. واضح؟ يلا دروكا نبداو البرهن. يلا نعود نشوفوا الشكل من جديد. دائما الشكل يكون قريب لينا باش الا كنا تنقوم بالبرهان تكون عملية التعرف على مراحل البرهان سلسة وسهلة. إذا لنبين أن النقطة O منتصف القطعة EF. نعم، قلنا قبل لحظات أن E هي صورة D بالإزاحة ذات المتجهة AC أو التي تحول A إلى C. ماذا يمكن نستنتج من ذلك؟ صحيح، نستنتج من ذلك أو هذا يعني أن المتجهة DE تساوي المتجهة AC، متفقين؟ وماذا مثل المتجهة DE تساوي المتجهة AC؟ فماذا يمكن أن نقول عن الرباعي ACED؟ هذا الرباعي هذا ACED كيف هو؟ صحيح، هو متوازي الأضلاع. واخا نكتبو بعد الفكرة الأولى، E هي صورة D بالإزاحة التي تحول A إلى C، متفقين؟ وهذا يعني أن المتجهة DE تساوي المتجهة AC، متفقين؟ وبالتالي فإن الرباعي ADCE هذا ADEC ماشي ADCE، إما أن نقول ADEC أو ACED. إذن الرباعي ADEC متوازي الأضلاع. إذن يمكن أن نستخرج منه عدة حالات لمتجهتين متساويتين، متفقين؟ ما دام هذا الرباعي متوازي الأضلاع، وقلنا سابقا في الدرس أنه إذا كان عندنا متوازي الأضلاع يمكن أن نستخرج منه عدة حالات لمتجهتين متساويتين. كأن نقول متجهة DA تساوي ماذا؟
صحيح المتجه دي أ تساوي المتجه أو سي، متفقين؟ أعيد، المتجه دي أ تساوي المتجه أو سي، نكتب ذلك، أي المتجه دي أ تساوي المتجه أو سي، متفقين؟ إذن ولدينا F هي مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة هي مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة A. أعيد، F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A، بمعنى أن A منتصف القطعة DF، هذا قلناه قبل لحظات. إذن نكتب ذلك، F هي مماثلة D بالنسبة للنقطة A، يعني A منتصف القطعة DF، هكذا. يمكن أن نعبر عن هذه الجملة باستعمال المتجهات، ما دامت أ منتصف قطعة DF فبإمكاننا أن نستخرج من هذه الوضعية متجهتين متساويتين، ترى ما هما؟ يلا نقدر نقول المتجهات DA تساوي ماذا؟ نعم، المتجهات DA تساوي المتجهة AF ما دامت أ منتصف قطعة DF، هذه خاصية رأيناها سابقا. إذا كانت A منتصف قطعة DF فإن المتجه DA تساوي المتجه AF، سنكتب ذلك، DA تساوي المتجه AF. إذا الآن غادي ندمجوا النتيجة DA تساوي المتجه EC، النتيجة هذه نسميوها رقم واحد هي، والنتيجة الثانية المتجه DA تساوي المتجه AF، هكذا. إذا من واحد واثنان نستنتج ماذا؟ يلا ماذا يمكن نستنتج من رقم واحد ورقم اثنان؟ بالفعل نستنتج أن المتجهة EC تساوي المتجهة AF، أو المتجهة AF تساوي المتجهة EC، لأن كل منهما يساوي المتجهة DA. لاحظ جيدا، هنا عندنا المتجهة DA وهنا عندنا المتجهة DA. نشوف هذه العملية في الشكل، انظر، المتجهة DA تساوي المتجهة AF، والمتجهة EC تساوي المتجهة DA. إذا المتجهتان EC و AF متساويتان، نكتب ذلك، جيد. إذا ماذا يمكن أن نقول عن الرباعي AFCE؟ AFCE كيف هو؟ فعلا هو متوازي الأضلاع، ما دامت المتجهة AF تساوي المتجهة EC، إذا هذا الرباعي كما سميناه فهو متوازي الأضلاع، نسجل ذلك. ومنه فإن AFCE متوازي الأضلاع. وما دام هذا الرباعي متوازي الأضلاع، دابا نعاودو نشوفو الشكل من جديد، ها هو سيظهر في الصورة الموالية. ما دام هذا الرباعي AFCE متوازي الأضلاع، فماذا يمكن نقول عن قطريه؟ نعم، إذا قطرا AC و EF لهما ماذا؟ نعم، لهما نفس المنتصف، نكتب ذلك، وهذا يعني أن لقطريه نفس المنتصف، أي AC و EF لهما نفس المنتصف. درك مازال ما عرفنا واش O هي المنتصف ديالهم، باقي هنا غادي نستعنوا بالمتوازي الأضلاع ABCD اللي عطونا في البداية. قيل لنا أن ABCD متوازي الأضلاع و O مركزه، أليس كذلك؟ إذن النقطة O تمثل ماذا بالنسبة للقطر AC؟ فعلا النقطة O هي منتصف القطر AC. إذا ما دام القطران AC و EF لهما نفس المنتصف و O منتصف قطره AC، فماذا نستنتج؟ نعم، ومن هنا نستنتج أن أو ومنه فإن O منتصف القطعة EF، وهكذا أجبنا على السؤال المطلوب. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش، إلى اللقاء.